بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أنا أمامي هنا مقالة سأعرضها لكم الآن. يدعون أن العلماء استطاعوا خلق أول روبوت حي في العالم يمكنه التكاثر. هذا العنوان فيه خداع كبير أيها الأحبة، لذلك بعض القراء ينخدعون بهذا العنوان البراق: العلماء يخلقون روبوتات قابلة للتكاثر، العلماء يخلقون خلية، العلماء يخلقون كذا. يا أخي، هذا ليس خلق. هذا البحث أيها الأحبة أنا أقرأه أمامكم الآن، منشور في 29 نوفمبر 2021، قبل يومين يعني أو 3 أيام. طيب، ما الذي يدعوهم للكذب؟ يعني أنا لا أستطيع أن أسمي هذا إلا كذب وإضلال للناس. يقولون، سأقرأ لكم أيها الأحبة، يقولون العلماء الأمريكيون ابتكروا أول روبوتات حية. أول روبوتات حية، يعني أنا أنخدع إذا لم يكن لدي خبرة وأعتقد أنهم جاءوا بمواد، مثلا أكسجين وكربون وحديد وكذا وماء وغير ذلك، وصنعوا الحياة ووضعوا فيه الروح ليتكاثر. ما هذا العبث أيها الأحبة؟ الحقيقة انظروا إلى المهزلة العلمية، أنا أسميها هكذا لأن هذا إضلال للناس أحبتي، فلا ينبغي أن ننتبه. العلماء أخذوا خلايا جذعية من الضفدع الأفريقي. طب إذا أنت أخذت خلية خلقها الله ثم تقول أنا خلقت هذا المخلوق، بالله عليكم هل هذا منطق؟ طبعا في عام 2020 أظهرت التجارب أن هذه الخلايا الجذعية، طبعا الخلايا الجذعية أو الجنينية أيها الأحبة هي خلايا خلقها الله في كل الكائنات، وتستطيع هذه الخلايا أن تتحول مثلا لخلايا عظام، خلايا شعر، خلايا لحم، خلايا قلب، لها يعني فوائد كثيرة جدا، وموجودة في حليب الأم على فكرة بكثرة. طيب أنت إذا أخذت هذه الخلايا الجذعية ووضعتها مع بعض، فتفاجأ العلماء أنهم بطريقة معينة شكلت كتلة من الخلايا مع بعضها وبدأت تتكاثر. طيب أنت ماذا خلقت؟ بالله عليك أنا أسأل هؤلاء العلماء، ماذا خلقتم؟ الخلية خلقها الله، أو الخلايا الجذعية، أولا الضفدع خلقه الله، الخلايا الجذعية التي أخذتموها من هذا الضفدع أيضا خلقها الله. اثنين، الوسائل التي تعملون بها خلقها الله، يعني المختبرات والأجهزة هذه أصلا المادة الأولية خلقها الله. طيب، وعقولكم خلقها الله، والقوة التي لديكم أيضا من خلق الله، إذن أنت ماذا خلقت؟ لذلك أنا عندما أقرأ هذه الآية العظيمة أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، والله يقشعر الجلد من عظمة هذا الكلام. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أليس لكم عقول تتذكرون بها؟ طبعا هذا الاكتشاف أو هذا الاختراع أو هذا البحث أو الدراسة نشرها العلماء من جامعة تافتس ومعهد ويست الهندسة بجامعة هارفارد، ويقولون إنهم اكتشفوا شكلا جديدا تماما من التكاثر البيولوجي يختلف عن أي حيوان أو نبات معروف للعلم. طبعا أيها الأحبة، يعني
يقولون لدى الضفادع طريقة للتكاثر تستخدمها عادة، ولكن عندما نحرر الخلايا، هذه الخلايا الجذعية، وتضعها في بيئة مناسبة، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنها تجتمع وتشكل ما يشبه كتلة وتتكاثر. طيب أين هذا الكائن الحي؟ هذا ليس كائن حي، الكائن الحي له وظائف، له مهمة، هذه مجرد أجسام خلايا تتكاثر. إذا ما هذا الاكتشاف؟ ثم يقولون إنسان آلي أم كائن حي؟ يعرفون الخلايا، يعني هم يكذبون على أنفسهم، والله أيها الأحباء، يقولون الخلايا الجذعية هي خلايا غير متخصصة، لديها القدرة على التطور إلى أنواع مختلفة من الخلايا. كما قلنا، قام الباحثون بنزع بعض الخلايا الجذعية الحية من أجنة الضفادع، لأن هذه الخلايا تكون كبيرة جدا للجنين في مراحله الأولى، وتركوها طبعا من دون أي تلاعب فيها. فالدكتور جوش بونجارد، أستاذ علوم الكمبيوتر والروبوتات، يقول يعتقد معظم الناس أن الروبوتات مصنوعة من معادن والسيراميك، لكن لا يتعلق الأمر بما يعني يصنع منه الإنسان الآلي، لأن الإنسان الآلي ليس فيه روح، غير قابل للتكاثر. وبالتالي هو يقول هذا الروبوت يعمل من تلقاء نفسه، لأنه أصلا لسنا نحن من صنعه، الذي صنعته الطبيعة، هو يعتقد هكذا طبعا، صنعته الطبيعة. طيب يعني أنا أود أن أتساءل، طبعا دراسة طويلة، يقولون حوالي 3000 خلية يمكن أن تشكل روبوت صغير أو كتلة صغيرة، أطلقوا عليها روبوت طبعا، أيضا غير دقيق هذا المصطلح، وفي ظروف معينة ونادرة يمكن أن تتكاثر، ليس دائما، في ظروف محددة تتكاثر وتشكل أيضا كتل أخرى من الخلايا. طيب أنا الآن أود طبعا سأعرض عليكم فيديو يمكن أن نراه، عبارة عن كتل لا معنى لها، ليس لها شكل، ليس لها مهام، لا يوجد لديها أي يعني، لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الحياة أو أنواع يعني لا أعرف كيف يسمونهم، يعني كيف يدعون أنهم خلقوا هذا الكائن، كيف يدعون ذلك ويعتبرون أن هذه التقنية متطورة. طبعا وسائل التكنولوجيا تطورت الآن أيها الأحبة، ولكن حتى عندما ادعوا أنهم خلقوا أول خلية، هذا الكلام غير صحيح، لأنهم أصلا أخذوا مكونات الخلية من الخلايا. يعني أنت إذا أخذت نواة الخلية من خلية، وأخذت الغلاف من خلية أخرى وجمعتهما، تقول أنا خلقت خلية. من الذي خلق غلاف الخلية؟ الله. من الذي خلق النواة الخلية؟ الله. إذا أنت ماذا فعلت؟ أنت فقط، طيب ما هو المخلوق الناتج؟ لا شيء، وليس له أي معنى. لذلك أيها الأحبة، أنا دائما يعني أستعرض هذه الآية في دماغي، وأود أن أتذكرها دائما عندما أرى هؤلاء يدعون الخلق. طبعا وسبب ذلك كما نعلم الإلحاد لديهم. أتذكر قول الله تبارك وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. انظروا الفيديو الآن يوضح ماذا خلق الذين من دونه. سبحان الله، قارن. حتى لو اعتبرنا جدلا أنكم أيها العلماء الملحدون خلقتم هذا الكائن، طيب ما هذا الكائن؟ هل يقارن بأي كائن آخر؟ هل يمكن مقارنة هذا الكائن الذي تدعون أنكم خلقتموه بالإنسان، أو حتى بالفيروس أو بالبكتيريا؟ لذلك قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.